مشحونة بالأسرار، وسمعت قصة غريبة فهل عقول تحتار؟ هي الدنيا فيك العجب، مشحونة بالأسرار، وسمعت قصة غريبة فهل عقول تحتار؟ وفات عليها عصور، أجيال ورا أجيال، وفات عليها عصور، أجيال ورا أجيال، الست هانم وجوزها الخطير محمود عمار. يا دنيا فيك العجب، مشحونة بالأسرار، وسمعت قصة غريبة فيها العقول تحتار. يا دنيا فيك العجب، مشحونة بالأسرار، وسمعت قصة غريبة فيها العقول بشكل حسيب معقول، ومن حوادث وجرايم الناس بقيت في ذهول، ومخوفة أهل البلد من أول على آخرها، ومخوفة أهل البلد من أولها لآخرها، حتى الولاد في البلد دايما عليه بتقول. Thank you.
الدنيا فيك العدم مشحونة بالأسرى واسمع بنت غريبة في علون يا دنيا فيك العدم مشحونة بالأسرى واسمع بنت غريبة في علون بقت عنده عقدة نفسية من أي واحد غني أو أي واحدة غنية بقى ينتقم منهم ويدي عاتل مع بخطو هي السر
افرجي ونقاش على كل لون اختفى يعني ما خلاش وعمل واحدة ست وسفرجي ونقاش على كل لون اختفى يعني ما خلاش وداير البحث عنها في كل مكان وداير البحث عنها في كل مكان عمل عمايل كتيرة غيره ما يعملها وكانوا يبحث ويتجسس عشان زهرة وعقله قال يروح للواحد مرة وكانوا يبحث ويتجسس عشان زهرة وقال لها انا جاي مخصوص علشانك ومن صوتك تمشي يا شاطرة دليلي على بيت إبراهيم توقيع وعلى
دلوقتي انت خلاص لسه بقيت العار. كتب ورقة للحكومة من بعد التحية، وكتب جواب للحكومة من بعد التحية، سامحوني معلش سامحوني معلش واستعجل من سيادتكم اخر ضحية عليا بس لسه ضحية. سمعت كده وركبها ميت عفريت يتهيأ لها كل ليلة يطلع لها ملح ومراته سمعت كده وركبها ميت عفريت وتهيأ لها كل ليلة يطلع لها ملح وتهز قلبها من شهرته وسمعته وتقول يا ريت سامح ويجي تاني
وبردو صحي الثاني. حققوا معايا هتاخدوا مني كلام، انا السبب في تشريد جوزي وفي الاجرام. انا اسمي هانم، انا اسمي هانم، انا اسمي هانم، وجوزي الخطير محمود عمار. وقالت كل الحكاية قصتي بسرعة الغفير بلغ عليها على طول. وقام بسرعة الغفير بلغ عليها على طول.
الحكومة عند المكان على طول. وحسبوا عمار بالحكومة وفرغ المسدس فعائله. هجموا عليه وبصوا لقوه مقتول. مشحونة بالأسرار وحكيت لكم قصة فيها العقول.